بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الفليكسبل إيمج. ملف ال HTML بتاعي زي ما هو، بس استني أدرجت فيه صورة إيمج تحت في العمود على اليمين في الرايت كولوم تحت العنوان، أدرجت الصورة. طيب، الصورة ديت يا جماعة واخدة فيكسد، أو أنا لسه ما اديتلهاش فيكسد ويتس وفيكسد هاي، بس أنا هقول دلوقتي قبل ما أتكلم عن موضوع الحلقة عايز أتكلم عن ثلاث نقط. أول حاجة هقف عندها يا جماعة، ناخد بالنا من الطريقة اللي الديزاينرز بيسموا بيها الصور بتاعتهم. الديزاينرز يا جماعة بيسموا الصور بتاعتهم بالدايمنشنز بتاعتها، مش بأسمائها هي، لا بيسموها بالدايمنشنز بتاعها. فنبص على الصورة ديت يا جماعة، لو أنا بستدعيها الملف بتاعها اسمها 561 في 390، واكشولي دولت يا جماعة عبارة عن الدايمنشنز بتاعها اللي هم عبارة عن اف ايه العرض في الارتفاع. اللي يهم الديزاينرز يا جماعه، اللي يهمنا في الصوره ديت، ما يهمنيش اسمها بقدر ما يهمني كويس خالص اني اعرف الحجم الطبيعي النورمال، الحجم الطبيعي النورمال دايمنشنز بتاع الصوره ديت عباره عن كم في كم. ده اللي هيساعدني بعدين في اني اعرف نسبتها من الكونتينر اللي هي موجوده فيه، اعرف انا هحطها فين. ده اللي يهمني، ما يهمنيش اسمها ايه، يهمني هي عباره عن كم في كم. ف يا ريت ناخد بالنا من النقطه ديت يا جماعه، ونحاول نسمي الصور بتاعتنا بالدايمنشنز بتوعها. ده جانب. الجانب الثاني يا جماعه، ما بين الويدث وما بين الهاي في اسم الصوره وانت بتسميها. الويدث اللي هو الرقم اللي على الشمال اللي هو 561، الهاي الرقم اللي على اليمين اللي هو 390. ما بين الويدث وما بين الهاي يا جماعه في هايفن، هايفن اللي هو العلامه ديت اللي هي علامه الناقص ديت يا جماعه. القصه ديت مهد ليها الباشمهندس اسامه بتاع اسامه الزيرو، وده واحد من ضمن المراجع المهمه جدا في صفحتك كديزاينر او كديفولوبر في الويب. لازم انت تشوف، لازم انت تسمع للراجل ده. قال يا جماعه الفرق ما بين او الديزاينرز بيميلوا ان هم يحطوا الهايفن ديت ليه؟ ببساطه يا جماعه لاني انا قلت ان انا بنسمي الصور بتاعي عرض في ارتفاع، بحط الهايفن لاني عشان لو عملت دبل كليك هيحدد لي مجموعة الأرقام أو مجموعة الكاركترز اللي موجودين قبل وبعد، فهمني؟ يعني دبل كليك حدد لي ال 561، دبل كليك هيحدد لي 390 بس، في حين ان انا لو شلت الهايفن رحت عامل اندرسكور ورحت عامل دبل كليك، لا الاندرسكور هتحدد لي الهاي والويدث بتاعك، تمام؟ اللي انت هتستفاده من القصه ديت، انت بتوفر على نفسك. يعني لو عملت دبل كليك واخدتها بكوبي، اهو كوبي هلصق في الويدث، دبل كليك وانا عارف ان ده عباره عن الهاي هحطه فين؟ هحطه في الهاي. شفت؟ انت ما اخدتش وقت او الوقت اللي انت اخدته اقل بكتير جدا من ان انت تروح محدد ال 560 وتعمل لها كوبي وتروح حاططها هنا، وانت تروح جايب الماوس محدد 390. لا لا، المساله بان انت بتحاول تساعد نفسك، لان الموقع بتاعك مش هيكون فيه صوره او اتنين او 50، ممكن يكون في طبعا على حسب ما بين ايكونز ما بين باك جراوندز ما بين ما بين ما بين موقع، هيكون في طبعا على حسب حجمه هيكون في مجموعه من الصور. فانت بتحاول ترشد استخدامك لكليكات الماوس علشان تستثمرها في حاجه تاني. عشان كده وانت بتسمي الصور بتسميها بابعادها، وبتفصل ما بين ابعادها بالهايفن، علشان انت مسميها هايفن ليه؟ عشان محتاج ان انت تنسخ الهايفن ده. ولنفرض مثلا ابسط حاجه، انت مش بس تقراه، هتقراه وتحاول تنسخه عشان تحطه في حاجه تاني. ده اللي انا نقصده بالقصه ديت يا جماعه. تمام، اوكي، انا ابتدي اعمل كنترول مع اس واشوف اللي بيحصل في المواقع بتاعي. تمام، جميل، الصوره اسف الصوره موجوده وتمام ومامي، لكن اكشولي خلونا نعمل ريسايز للويندو. في الريسايز للويندو حصل اللي انت مش عايزه. اللي حصل ديت يا جماعه حصل ليه، او النتيجه ديت يا جماعه اللي هو الكروب، الصوره بتتقص من المحتوى بتاعها ليه؟ عشان انت مستخدم فيكسد هاي، ها قيمه فيكسد وفيكسد ويدث،
مستخدم فيكسد هاي وفيكسد ويدث مع لاي اوت فليكسبل. يبقى اللاي اوت كله فليكسبل باستثناء ان انت مستخدم الايمج فيكسد. طيب النقطة الثالثة، قبل ما اتكلم عن اني ازاي اخلي الايمج بتاعي فليكسبل، النقطة ديت يا جماعة عايز اقول حاجة. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك. بصوا كده الريزوليوشن بتاعي انا عبارة عن 1366 في 768، تمام؟ اوكي ده الريزوليوشن بتاعي. لو جست عرض المتصفح ده كله يا جماعه، انا الاداه اللي انا بستخدمها اسمها ميجر ات، ميجر ات. لو انا مستخدم اكستنشن على كروم اسمها ميجر ات، لو انتوا كنتوا موجودين هتروحوا على ايه، هتروحوا على الادونز بتاعت كروم وتكتبوا ميجر ات. يا جماعه نروح على الادونز ونبتدي نكتب الاداه ديت اسمها ميجر ات. او لو انت شغال على اسف يا رب، انا شغال على فايرفوكس، لو انت موجود على كروم برضو اسم التول بتاعك ميجر ات، الاثنين واحد. او انا وان يكن يعني في بيج رولر على كروم في اكتر من تول، انا شغال على فايرفوكس يا جماعه. التول ديت لو انا جست، بقول لو انا جست العرض بتاع المتصفح بتاعي كله اهو، ها عرضي كله هيكون عباره عن كام؟ ها 1364 اللي هو عباره عن 1366، انا نجيبها من الاول خالص. ها هلاقي اهو يا جماعه عباره عن، بيقول لي 1366. انا ما يهمنيش اللي هو يهمني الويتس، اللي هو اهو يا جماعه عباره عن 1000، بيقول لي انت الويتس بتاعك 1366، اكيد هيكون 1366. هجيب من بره، ما هو كده كده الريزوليوشن بتاع الشاشه بتاعي كله عباره عن 1366. طب جميل، يبقى عرض المتصفح يا جماعه اللي هو 1366 اللي هو كان اسمه ايه لو احنا كنا فاكرين؟ ها اكزاكتلي، كان اسمه ايام زمان الفيو بورت. طيب جميل خالص، لو انا حاولت دلوقتي اقيس المسافه اللي موجود فيها الموقع بتاعي، نجيبها كده، نجيب اللورار ونقيس الارض. انا بقيس الارض يا جماعه، ما يهمنيش الارتفاع. جميل، 1000 عند الارض 1080 بكسل، يعني 1080 بكسل. ال 1080 بكسل ديت انت تروح تسالني سؤال، تقول لي لا احنا ما اتفقناش على كده، احنا متفقين ان التارجت ريزوليوشن بتاعنا يكون 960 بكسل مش 1080 بكسل. هرجع اقول لك ال 960 بكسل ديت عباره عن مرجع، احنا استخدمناها مرجع مش اكتر، مرجع عشان احدد بيها نسب وجود العناصر بالنسبه ليها مش اكتر. يعني هي اكشولي مرجع، مش قيمه في حد ذاتها يا جماعه. يعني انت عايز تقول، انت تسالني سؤال، يعني انت عايز تقول دلوقتي ان الموقع بتاعك مطبع النسب اللي احنا بنقول عليها؟ هقول لك اه والله. تقول انت اثبت لي، هقول لك حاضر مفيش مشاكل. يبقى العرض بتاعي يا جماعه عباره عن 1080 بكسل. 1080 بكسل ديت يا جماعه عباره عن ايه؟ ال 1080 بكسل ديت عباره عن الكونتينر اللي فيها كل الموقع بتاعي، تمام يا جماعه؟ جميل خالص، اوكي. اللي انا عايز اعرفه دلوقتي ال 1080 بكسل دي عباره عن كام في الميه من ال 1366 اللي هي العرض العام بتاع الشاشه بتاعتي؟ ها؟ فاهمني؟ طيب جميل خالص، خلونا نفتح الكالكوليتر ونقول طيب 1080 على 1366 يديك كام في المية؟ يديك 79%، يعني بالتجريب تقريبا في 1% طاير مني عبارة عن كام؟ عبارة عن 80%. الكلام ده معناه ان ال 1080 ديت عبارة عن كام في المية من الكونتينر اللي هو شايلها؟ طيب يعني ال 1080% ديت عبارة عن الكونتينر اللي شايل الموقع بتاعي، يعني ال 1080 ديت عبارة عن ايه يا جماعة؟ ال 1080 ديت عبارة عن البادي بتاعتي، صح يا جماعة؟ جميل. طب وانا جست دلوقتي وطلعت الاستنتاج بتاعي ان هو عبارة عن كام؟ عبارة عن 80%. نرجع للكود بتاعي واشوف البادي، ها فاكر النسبة؟ انت حاطط لي ويتس 80%، ويبقى ده صحيح. يبقى ال 1080 عباره عن 79% من 1366، وال 1080 ديت عباره عن هي التارجت ريزوليوشن بتاعي اللي هي عباره عن كام؟ اللي هي عباره عن 79، يعني 80% من عرض الموقع بتاعي. طيب جميل خالص، تقول لي انا مش متاكد برضو، هقول لك حاضر، خليني اقيس لك العمود اليمين والعمود اللي على الشمال، لكن عشان نفصل ما بينهم المفروض نشيل الباك جراوند بتاعت الكونتينر، تمام؟ جميل، خلوني بقى نقيس العمود اليمين اهو من اوله لغايه اخره 600،
ها 670 بكسل يا جماعة، 670 بكسل. السؤال هنا دلوقتي، وبالله نركز يا جماعة، السؤال دلوقتي ال 670 ديت كام في المية من الكونتينر بتاعها؟ طيب يا جماعة الكونتينر بتاعها ايه؟ ال 1366 ولا ال 1080؟ فين الكونتينر؟ فين اللي شايل الموقع يا جماعة؟ اللي شايل الموقع البودي، والبودي اللي هو عرضها 1080، اللي انا اديتها 80% من عرض الفيو بورت بتاع المتصفح. فال 1080 ديت هي بقت 100% بالنسبة للموقع بتاعي. يا جماعة حد شايف الموقع طلع بره ال 1080؟ لا، الموقع بتاعي كله جوه ال 1080. طب فعشان كده بقت السؤال دلوقتي ال 670 بكسل دي اللي هي عرض العمود اللي على اليمين عبارة عن كام في المية من 1080 بكسل؟ فنروح نقول ال 670 على 1080 يديني 62. 62 فاكر؟ 62. 62 في المية دي كانت 590، ما يهمنيش. طب بتقول 670، انا ما يهمنيش يا جماعة، ال 960 بيكسل دي ستارة انا استخدمتها عشان احدد بيها نسب الحاجات. طالما كده كده الرقم ده فليكسبل بس مش اكتر، فالنسب كلها تطلع صح برضو. تمام. طيب جميل، انت مش متأكد برضو؟ تاني هقول لك حاضر، نجيب العمود اللي على الشمال. انا ما ابتديتش من البداية تقريبا كده، هو 300. ها 390، هي 388 بس هو 390. خليني احسبها من الاول تاني، خلونا نكون برسايز شوية برضو، ما جاتش من الاول، ما جاتش انا عايز اكون دقيق بس في حساباتي. ها 390، هي 390 بكسل يا جماعه. ال 390 بكسل ديت عباره عن كام في الميه من الكونتينر؟ يعني نسبه ال 390 بكسل بالنسبه لل 1000، ها ال 1080. فنقول له 390 على 1080 هيساوي 36. تروح انت تجمع ال 36 مع ال 62 يدي لك 98، يتبقى كام؟ يتبقى 2%. ال 2% هم عباره عن كام يا جماعه؟ عباره عن المسافه ديت اللي هي كانت عباره عن ال 20%، الفرق ما بين الاثنين دول. كده انا اثبتت لك بالفعل يا جماعه ان ال 960 بكسل انا ما تهمنيش، انا استخدمتها ستاره عشان احاول احجم بيها شغلي. متفقين؟ متفقين. بدليل اني اهو انا شغال على ريزولوشن 1080. انا لو غيرت 960 بكسل ديت دلوقتي وخليتها 1080 وصممت بالنسب بتاع وصممت بالعروض بتاعتي عادي، مش مشكله، نفس الفكره، مش هحصل حاجه. تمام. جميل. خلونا بقى نرجع للموقع بتاعنا ونقول انت تقول لي بقى بخصوص المشكله بتاعت ان انت مش عايز الصوره تبقى كده، انت عايز الصوره تبقى فليكسبل. انا عندي حل. ايه الحل؟ الحل في ان احنا نروح على الصوره على ملف ال HTML بتاعها ونروح ندي للويدث بتاعها برسنتج، صح كده؟ جميل. انا ادي لها 100% ويدث، وخد بالك اني انا مخلي الهاي فيكسد، مدي قيمه 390 بكسل للهاي يا جماعه، مخلي الهاي فيكسد ومخلي الويدث برسنتج، نخلي الويدث 100%. تمام. جميل خالص. هحفظ انا واروح على المتصفح بتاعي. طيب جميل، هو يعني بصراحه حصلت اكتر من حاجه. تمام. انا عايز انا هنحاول نركز على كام حاجه او على كام نقطه من الامور اللي حصلت في الصوره ديت. اول حاجه، الصوره اخذت 100% من العرض المتاح بالنسبه لها، اللي هي اخذت العرض الكامل، اللي هي اخذت عرض البيرنت اليمنت اللي هي موجوده فيه، البيرنت اليمنت اللي هي موجوده فيه اللي هو مين يا جماعه؟ اللي هو الرايت كولوم، اللي هو العمود اللي كان لونه اورنج. انا قفلت الاليوستريتور خلاص. تمام. اخذت 100% من عرض الرايت كولوم. طب بالنسبه للارتفاع، الارتفاع فيكسد زي ما هي. عارف انت بتعمل ايه دلوقتي؟ لو انا فتحت ملف الفوتوشوب، انت بتحاول تعمل كده، بتاخد الصوره بالظبط وبتحاول تشدها كده، صح الكلام؟ لغايه لما تملى العرض كله. عارف اهو الامر ده بيخلي الصوره يحصل فيها ايه؟ الامر ده بيخلي الصوره تظهر بشكل مش كويس، وبيأثر على لانها بتكبر على حساب الريزوليوشن بتاعها وعلى حساب الكواليتي بتاعتها، لان البراوزر هيجبرها كل مره انها تبقى انها تاخد اكبر عرض متاح بالنسبه للريزوليوشن بتاعها
اكبر عرض متاح من البيرنت اليمنت على حساب الريزوليوشن، هيشدها زي ما انا بشدها كده، البراوزر هيشدها زي ما انا بشدها كده يا جماعه، فبالتالي هيعمل لها ستريتشنج على الاطراف، فبالتالي الريزوليوشن بتاعها كله هيضيع، صح كده؟ جميل. تخيل في الحاله ديت، تخيل وانت بتحاول واحنا بنعاني من مشكله في الويتس، تخيل واحنا بنعاني من مشكله في الويتس، انت حاطط الهاي فيكسد، بتحاول تكبر المشكله، بتحاول تكبر المشكله. فعشان كده يا جماعه عايزين، انا مش عايزين نمشي من النقطه ديت قبل ما نأصل وقبل ما نعمم قاعده مهمه جدا يا جماعه. لو انت شغال فليكسبل ديزايننج وشغال فليكسبل ايمج، سيب الهاي مفتوح، اقول لك مالكش دخل بالهاي خالص، ما تجربش على الهاي خالص، خلي الهاي ياخد خلي قيم الهاي اوتوماتيك، قيم الهاي اوتوماتيك غير كده، قيم الهاي اوتوماتيك غير كده بجد، ابجد شيل لي كده الهاي، او اقول لك شيله خالص، انا مش هحط فيه هاي، هو انا هخليه بس انا عشان محتاجه بعدين وهسيبه واعمل كنترول اس. طب هو اللي حصل مش زي اللي فات، صح الكلام؟ لا، اللي حصل مش زي اللي فات، اللي حصل يا جماعه اني خلوني ارجع لملف الفوتوشوب، اللي حصل كده يا جماعه، اللي حصل انها بتكبر، بت اكشولي مع الحفاظ على الاسبيكت ريشيو، هو اللي الويتس بيجي 100%، بت اكشولي برضه الهاي بيكبر معاه، تمام؟ اي نعم الصوره بتبكسل، بس الحاله ديت يعني اقل الضررين، صح الكلام؟ جميل جميل خالص الكلام ديت يا جماعه. طبعا على اي اسيت، مش بس على الصوره. طب نروح بقى احنا على الموقع بتاعنا ونحاول نصغره، تقول لي جميل والله انا ايه ممتازه الصوره بتاعتي فليكسبل، صح يا جماعه؟ الصوره بتصغر لانها عارضه، واخده 100% من العرض بتاعها، فاهمني؟ ادي الصوره بتصغر والصوره بتكبر، ده في حد ذاته كويس. ترجع تقول لي طيب انا مش عايز الصوره تاخد 100% من عرض البيرنت اليمنت بتاعي، لا انا مش عايزها كده، انا مش هو انا عشان ادرس هو كل صوره هخليها تاخد 100% من العرض، لا يا سيدي انا مش عايز كده، انا عايز الصوره تاخد عرض معين. طيب ساعتها بقى يا رب يكون الفوتوشوب جاب نتيجه. احنا جبناها عشان بس نحاول نفهم التقصير بتاع القاعده دي عباره عن ايه. نو تمام، خلونا بقى نرجع الباك جراوند بتاعت اللون الابيض لمين، عشان التصميم بتاعنا بس ما يبوظش، نرجع الباك جراوند للتصميم ونقول طيب لو انت بقى عايز تشتغل على على عرض معين، المفروض تسأل نفسك السؤال ده يا جماعه. ها، نسأل نفسنا السؤال ازاي؟ ازاي اقدر احدد نسبه عرض الصوره ديت من البيرنت اليمنت اللي هي موجوده فيه بالنسبه لعرضها الطبيعي؟ ايه؟ طيب بالراحه كده، خلوني بس ارجع الهاي والويتس بتوعها، انا همسح الكلام ده، ادي الهاي بتاعي، ادي الويتس، وادي الهاي، والصوره يا جماعه واخده، انا نسيت ما اقول انها مديلها كلاس اسمه ريمج، واللي هي يعني رايت ايمج، رايت العمود اللي على اليمين وفي ايمج، وده مش واخد اي ستايلات، تمام؟ ماشي اوكي، ابتدي اعمل كنترول اس كده، الصوره بعرضها الطبيعي. تمام يا جماعه؟ 561 بيكسل، تمام؟ ادي كنترول اس في ملف ال اتش ام ال، والهاي بتاعها عباره عن 390 بيكسل، تمام؟ اوكي ادي كنترول اس، هرجع واعمل ريفرش وهنكبر البراوزر بتاعي. جميل، ده يا جماعه الصوره في حجمها الطبيعي، شايفين؟ اهو والصوره يا جماعه ستاند الون، ليه الصوره مش بنقول انها عباره عن ان لاين؟ ركز شويه، اللي فوق ده عباره عن اتش 1 وده عباره عن بلوك اليمنت، اللي من تحت عباره عن بي وده عباره عن بلوك اليمنت، البلوك اليمنت اناني شويه، ما بحبش حاجه حد ما بحبش هو يقعد جنب حد، فعشان كده الصوره بقت ستاند الون يعني لوحدها، عشان ما فيش عناصر ان لاين جنب منها تسليها يعني. طيب اوكي، طيب جميل، خلوني انا بصراحه هغير الصوره ديت، انا عايز الصوره الثانيه، الصوره الثانيه هتساعدني اكتر، اللي هي عباره عن 280
في 280. الصوره ديت هتساعدني اكتر من الصوره بتاعت الفراشه. الصوره بتاعت الفراشه كنا عايزين نوضح بيها مفهوم، والحمد لله وضحناه. هحاول انا ادرج الصوره الثانيه. تمام، ادي كنترول اس، ديت الصوره بتاعي جميل كده. اوكي، انا كنت بقول بسال نفسي السؤال، يا ترى الصوره ديت عباره عن كام في الميه من الكونتينر اللي هي موجوده فيه، اللي هو عباره عن الرايت كولوم بتاعها. وعلى فكره يا جماعه، علشان بصراحه يعني الموضوع ده يعني ايه، عايز حبه تجارب، مش هيجي من اول مره بصراحه يعني. تمام، عايز حبه تجارب، بس احنا بنستخدم تكنيك ممكن يسهل علينا ان احنا ننجز في القصه ديت. هنعمل ايه يا جماعه؟ خلوني اعمل انسخ الصف ده كله، انسخ الصوره ديت مره تاني، كنترول في. تمام، وانا عايز الصورتين تحت بعض. تمام، فهروح ادي الصوره ديسبلاي. تمام، بلوك يا جماعه. اوكي، كده يديني الصورتين تحت بعض بنفس الريزوليوشن بتاعها. اوكي، اتنين ريزوليوشن، اتنين الصورتين بنفس الريزوليوشن بتاعها. طيب، التقنيه اللي انا هستخدمها يا جماعه عباره عن ايه؟ هحاول احدد بالنظر، اخمن بنظري نسبة عرض الصورة دي بالنسبة للكونتينر اللي هي موجودة فيه. بالنظر، بالنظر، معلش. طيب يعني بالنظر كده، ديت عبارة عن كام بالنسبة للكونتينر؟ طيب انا شلت اللون، خلوني اشيل اللون تاني بتاع الكونتينت تاني، اشيله بكنترول اكس، وبدي كنترول اس هشيله. تمام، ها الدي عبارة عن كام في المية من الكونتينر؟ 50. طب خلينا نشوف كده، 50. يبقى اللي تحت ديت، انا متفق معاكم يا جماعه ان الهاي تحت هسيبه، طالما انا هشتغل على ويتس بنسبه، انا بقول اهو 50%، يبقى انا هشتغل على ويتس 50%، يبقى الهاي هسيبه. تمام، الهاي انت هتسيبه، هسيبه مفتوح زي الفل 100 100. 50%، طب خلينا نشوف كده 50% تيجي ولا لا. 50% اكبر شويه بالنسبه لعرضها الطبيعي. تمام، طيب يعني اصغرها شويه، اشغل 100%، ديت ده الطبيعي وديت 50%. طب اصغرها، طيب خليني نقول، طب 49 او خليها 48، نشوف. حاضر، انا نخليها 48%، ادي كنترول اس، وارجع اشوف وريلود. 48 برضو يعني قريبه منها، او انا مش بحفظ ولا ايه؟ 48% ويتس. طيب ماشي، خليها، طيب نقول 40، 40%، 40% صغير. طيب 45، طيب يعني ما بين ال 40 وما بين 45، طيب خليها 42. انا بجربها معاكم والله يا جماعه. طب خليها 43، معلش 43%. انا بحاول اقيس اهو، انت بتتكلم في فرق كام بكسل، ده كويس خالص. تمام كده، جميل يا جماعه، يعني بنسبه كبيره الصوره ديت مقاربه للعرض الطبيعي بتاعها، والعرض الطبيعي بتاعها انا ما غيرتش فيه، فديت معناها انها مقاربه بشكل كبير خالص بالنسبه للعرض بتاعها. فراح كده انا عرفت اني عرض الصورة عبارة عن 48% من العرض بتاع الكونتنت. ازاي عرفت؟ قارنتها بالعرض الطبيعي بتاعها هي، ولقيت ان هما قريبين خالص. طيب علشان كده اروح انا دلوقتي هعمل ايه؟ هشيل القصة اللي فوق دي، خلاص اشيل المشوار ده، وانا كده عرفت الامر بتاعي، ومش عايز الكالكوليتر. هروح اعمل ايه يا جماعة؟ هروح دلوقتي اديلها فلوت. انا هدي لها فلوت ليفت يا جماعه، وابتدي اعمل كنترول اس. تمام، اوكي كده الامور اتظبطت، انا اديت لها نسبه، انا بتكلم مبدئيا كده. تمام، انا اديت لها نسبه، والنسبه ديت اكشولي، بص لو انا عملت ريسايز للبراوزر بتاعي، هي بتصغر وبتقل، كل ما انا بتصغر هي بتاخد ال 40% من عرض الكولوم من اللي هي موجوده فيه، بتكبر بتاخد ال 40%، بتصغر بتكبر. تمام، انا كده انا كده
حليت المشكلة ديت يا جماعة. خلوني ارجع الباك جراوند تاني بتاعت الخلفية عشان التصميم يبقى شكله مقبول شوية علشان بس المسافة. طبعا انت هتقول لي القصة بتاعت هقول لك حاضر ماشي، حط الصورة مارجن على الناحية اليمين، حط الصورة مارجن على الناحية اليمين نسبة مثلا 1% مارجن رايت، هنديله 1%. تمام، مارجن رايت 1% كده، النص بيعمل رابنج حوالين منها بنسبة 1%. انا حولت كده، نخلي الصورة فليكسبل، نخلي الايمج فليكسبل يا جماعة. طبعا الكلام ديت اللي طبق على الصورة راح يطبق على اي اسيت يا جماعة، فيديوز ارتكلز اي اسيت مش مشكلة، بس بالله ما تنسى تسيب الهاي بتاعك مفتوح. الداون سايد، الجانب اللي مش كويس بتاع الطريقه دي يا جماعه، ان الصوره لو اتعرضت على شاشه الريزوليوشن بتاعها اكبر من معدل دقه او من الاشبكت من الدايمنشنز بتاعت الصوره نفسها. تمام، فعشان كده هبتسل منك جيس وات، ده لو كان الديزاينر اساسا واخد باله من النقطه ديت، فانت لازم تاخد بالك من النقطه ديت، لازم تاخد بالك من ابعاد الصور. بصراحه يا جماعه الفليكسبل ديزايننج ديت وان كان يعني هيحل لي مشاكل كتير، بس اكشولي عايز تخطيط، عايز كوباية بن، وعايز تفهم، وعايز تقعد وترسم شكل الويب سايت بتاعك، وعايز تفهم كويس خالص انت عايز تعمل ايه قبل ما تبتدي تكتب الكود. الكلام ده مع اي اسيتس تاني يا جماعه، واحنا فهمنا النقط المميزه في الجانب بتاع الفليكسبل اللي هو يعني هو انا عملته على 960 بكسل وعرضته على شاشه 1306 على شاشه 1360 7 8، مش هتفرق معايا كده كده التصميم فليكسبل، وانا عرفت ازاي اخلي الايمج فليكسبل والنص بتاعي فليكسبل، وممكن اخلي الفيديوز فليكسبل، كل حاجه بتبقى فليكسبل. فده النقط القويه في الفليكسبل ديزايننج يا جماعه. النقط ديت بتيجي من فين؟ بتيجي من ان انت بتبقى مخطط كويس، ومخطط كويس ديت بانت يا جماعه في ان اهو انا اخدت بادنج اهو، البادنج اللي بيتعمل ده، او خليني نقص القاعده مره ثانيه، البادنج اللي بيتاخد هنا مقارب للبادنج اللي بيتاخد هنا، مقارب للبادنج اللي بيتاخد هنا، مقارب للبادنج اللي انت واخده ورانج ورا الصوره، مقارب للبادنج اللي انت سايبه ورا الاثنين دول. الكلام ده ما جاش من فراغ يا جماعه، الكلام ده جاء من تخطيط من 960 ونسب وحسابات احنا كنا قعدنا نعملها. الكلام ده مش هيحصل بان انت تخمن الارقام بتاعتك يا جماعه. سعيد انا اسف ان انا طولت عليكم في الحلقه ديت، بس بنحاول نقصر مجموعه من المفاهيم. الحلقه اللي جايه ان شاء الله باذن الله مهمه، وبالرجاء نحاول برضو نركز فيها، نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه. سعيد جدا اني استقبل اسئله واستفسارات حضراتكم على الحلقه ديت وعلى مدار التوتوريال بالكامل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.